اي اي انت نحكي معك انت صاحبي تتفرز فيا تو. يعمل زيم، اعمل كومنتير، اعمل بارتاج، اعمل ابوني، يعمل اي فوز يا صاحبي. نيك روحك بموضوع ذبي كذيت عندي زونت رو لعبت كل كحف فيا ذبي. هاي ثبيب حفلوا برضو لي كومنتيريات هكثوا في الدنيا سخانة، ويحد ببحرث ويحذر في حلقة وكل ما تكثروث معانا. هاي خليكم الحلقة ثبيب. شوف عياري برزولية هذي اخر سفرة صاحبي نعملوها كم زحنيث يسيب الاسبوبنا سديتنا سفرات 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 يسوفوا بيزود اخرى نخدم عليها ذبي. اختانا من سفرات لفيهم فلوس لحد سيد ذبي يتوى ليه تفهم فيهم السفرات. تتعرف زو كمة انتي سفر عبر الزمن تسمع بيه اسمعها انتي. هي اسمع برجولية قالها راجل هذي اخر سفرة ونشوفوا كيفاش نمشوا المستقبل ونعمروا ريكا بروم سبور. كان خطفت معانا صاحبي خطفت ما خطفتش نمشي ونشوفه خديمة مسمار في حياتك الناس كل. والسلام عليكم يمريق الملا صاحبي. تعرفت كيفيت هاي انت يثبق وانا تنخلط عليك برزولية نمثيو مع بعضنا خير صاحبي. فمثير حاجة مرة روبوتات ومرة عصر الزاهلية ولا سنوة اخويا وسكون يعرف تالك فرعون ولا تالك برزي تالك حنبال وروما وذبي. هاي اسمع انت يثبق وانا هاني معاك وذوث خير من واحد صاحبي. انت لك يا زبي وين بعثني يا اخي شنية البلاصة هذي يا زبي منين طلعت انت سكون يا اخي وسبيك لبس هكايو واستعمل انت في الاراضي متاعي يا رسول الله يا جبا ظهر فيك بعثني العصور الجاهلية جملة واحدة برا ليالك وش بيه شبه للجبا هذايا يا اخي انت شكون وش تعمل هنا يا اخي انت قلت الذبة تو من تعرفك المتسر متاع القبيلة متاعنا انا قابس والمسؤول على القبيلة هذية ونحن تو في العصور الحضارية صاحبي يتجبع عندكم انتوما كلمة سر يا ولدي يتجبع حبيبي وصاحبي وانتي شكون وكيفية صاحبي نخرج من هنا يا اخي سهل هو كيما دخول الكهف كيما خروضه فدلك انتي صاحبي انت اليوم لازم ينعملوك قديد ينعملوك مسوي ينحسيولك عصا ونسويوك نبقاو ندورو فيك هتو خموك بس نعملو ونقولولك هي باهي تو اللي قلت كل نفهم ونمشي معك اما العصا منين باش تدخلوها يا اخي وسكون انت زادة كل مرة طلالي واحد اصبح طلالي واحد ازرق ويتكيف برسة يا زبي وسيكمي ماريوانا يا زبي في الاخر هز كمها اللي زرعينها الكل وفصاع ما نعرفش على ذو كمه من الصباح والقبيلة تلوث فيه اوه ما تقوليش انت كيف وزيت بتتركنا وتهرب يا ودي سبيك صاحبي صلي علي بيك قالوا بتسرقك يا ودي سبيك وذي متعنا الدار انا ولا سرق يا يلم روحك صاحبي خير ما يلمك انا وعندكم انتم برسة ماريوانا يا اخي لهني يعطيني خنت كيف شوية صاحبي ما صدقش يحكي بالسيه ويلبس ملابس غريبة ويسبهلنا وابيض انت باس الاسطورة اللي تحكي عليها الكتاب متاعنا عن اسطورة تقول بسيذيكم ملك ملك عظيم برسة قد منيك حسيس وقد منيك ماريوانا ما يسيخ ما تطلع كان انت صاحبي وتكلم بالسيه كيفنا يا زبي يدي انا اسطورة واني قبيلة واني يدي مثل كثر قول وثوري وذبوري ودرسنية يدي ليه يا صاحبي غلط يصحيح انا امبراطور متاع الحسيس والسيخة يا ما صاحبي لاني زعيم للذب يرى واسمعوا من الاخر بديت نحسي فيه عليك وندخلها في حيث صاحبي وندهوركم امور السياسية والاقتصادية والزندانية والترازونية وكل ندخلها في حيث صاحبي شوف صاحبي برذولية بس نقدك في قضية وما ترزعش الامبراطور متاعكم صاحبي يسمى نحب نرزع للزمن متاعي اثنين نعمل ونحب نرزع معايا هذاك اللي لبس لذرك اي 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 ملا عصر حجري وملا شيخة ايش انيك بي انا الحاضر يعني ريكش لهنا مستاكوزي عندي اللعبة عندي الغابة نمشي نصطاد شوية حيوانات ناكل ونرجع شيخ نعدي نهار كامل وانا شيخ صاحبي يي حتى كي نرجع للزمن متاعي ونزم معايا ونبيعهم نولي كرزة زادة يعني تو نخمم تو نعمل كيكتين ونخمم يدي تعرف صاحبي بالتعب مع ثرة فيك يا ذبي يا اخي سبيك يا يدي وما وصلنا في يا ذبي يدي هاقرب نوصلو هاقرب نوصلو تاني قرب نوصلو متاع ثرمك عندك اربعة ولا خمسة ثوية يا ذبي وانا نثبت على ثقية وانت تقولي قرب نوصلو قرب نوصلو قرب نوصلو يا صاحبي يسبيك هكا ذبي قدك كموسة هذا كل ما ترفض فرانك يخذيت لنا زمل زماعي ولا قرد متنقل ولا اي فاضة صاحبي ركبنا فيها ومسينا
يا دي انت تو مش كنت تحب تلقى صاحبك وحشتك بيه والزمن ولا شفن امي وتحب ترجع ولا تحب شتيك يكاو ما لهمش وزك. هاي صاحبي انا تو باش اخليك وريتو جبل اللي ورا الضبابة هذيك تلقى فيه كهف ادخله. انا صاحبي ما نجمش ندخل بصراحه. تمشي وحدك خير وكاهو. يثنوه صاحبي طلعت خويف وما في باليث يثنوه قلبك على اليمين. ليه لا خواف لا ذبي تفكرت اللي خليت فطور على الجاز ولازمني يمسي نطفي عليه. يثوف ذبي ولا يدري السيد ويذبي هرول والذبي تو اللي يعرف الجاز في عصر الحضري ولا يعرف الجاز سحسي فيه ذبي ثوف كل مركب نيترو في ذاعكت وذبي سايب في الجاز وقد يذري ذبي. سامحني صاحبي سامحني صاحبي في بليث بيك تبدل في حويذك على غالب تحيز في كاف كنزي عندك باب رني دقيت الباب قبل ما ندخل على غالب صاحبي في بليث بيك. لا صاحبي راك غالب احنا لهنا هذي لبسة بتاعنا. ثوف صاحبي برضو ليا روفة مسكون عدت عليك وقال لي لي انت لازم تعاوني وتازم ترزعني للزمن متاعي فما برضو ليا. يثوف قص عليك سباع كبير ذبي. ليه ما نصور صاحبي كان انه صحيح في البلاط اما نورمال تنضربك انا لوز على صاحبي عياري لابس بالازرق وعنده طربوسه زرقاء لتفهمها بونيه لتفهمها مش عارف ثنيه ونحب نرجعوا للزمن متاعنا صاحبي ما نحب نعرف هو وين قبل بترزعوا معايا. وينو طلعوا اطلع عرفت لقيت المفقود وصاحبك قريب موجود بين الحدود وازرب قاعد شيخ اخلط على نفسين قبل ما يفوت الفوت. يذبي في ساكيت واخد كوح بالينا صاحبي وثنين اللي فيه بتاليكوه زي المعمول خدر في كاف و اس يدي ساي بالينا رزعولنا صوت وليد يي سفا صوت هكا مريقل يدي تتحسي فيه هنا مثل مصدقك راو تكذب صاحبي وربي معاك اي بس خليك وتنفوحها لانت كذاب وبصاص يسوف قوس عليه سباع كبير ولا مرفق كبسولة عجايب وغرايب سافروا بها زوز شباب اسلا بلمسة تسافر بيك عبر زمن كما سراب. بسم الله العظيم يا اخي تتحسر في الذن صاحبي يا طلعت بالرسمي عندي ويعطيك الصحة ويرحم والديك وخنمسي يا استنى غادي وماشي امشي خلصني واطلع بالوليمة ولا اعطيني الذهب خلصني على تعبي وسحري وقحبي. صاحبي شوف شوف سموراك حنث والاثنين ذك وين علاش ما نحبش العنوش انا ولا عمله وحصلني الكلب رب يطلع منه بمريات. يودي اثبت نحكي لك يا عياري يودي مسيت زبير وعرضوني برس عبيد وكهف يودي وصلت لك بسيف صاحبي قسما بالله وما قلت ليس انت خمين زبت هالماريوانا هذي كل صاحبي ودور لك عيبة معاك يودي سبيك ما تقوليس هاك عندك 15 كيلو ولا 20 كيلو حرام فيا زونت صاحبي. يا جبا يا اخت جونت نحس في كوش عليه فما صوت ورانا متى حاجة تمشي ولا انا غلط. ليه صاحبي ليه بعد هذيك سيخة تخليك تسمع وتحس في حذيتك هيك واه ولا طفي في الضوء ما تعديني زونتا يا جبا يذرني كنت تقطع خير ما تقول ليس اللي ترى فيه عينيه صحيح مش تتخيل قطع يا عياري قطع